بيتقال ايه بقى في ظل هذه الحملات اللي بتحصل اللي اتكلمت مع حضراتكم فيها اولا او في بدايه الانترو وانا بتكلم؟ حمله ممنهجه على النادي الاهلي خلال هذه الفتره من بعض من لا يشجع النادي الاهلي ومن بعض الاعلاميين اللي بينتموا لانديه اخرى. الحمله دي معموله تحديدا على حاجتين. هل النادي الاهلي مؤمن زكريا؟ هل النادي الاهلي باع حسام عاشور؟ وانا هحكي لكم الموضوع كاملا، ومن حقك كجمهور النادي الاهلي تعرف الموضوع من الالف للياء، تعرف الموضوع من اوله لاخره، وبعد ما تعرف الموضوع وتعرف تفاصيل الموضوع حضرتك قرر كجمهور للنادي الاهلي، وهو ده اللي يهمني الحقيقه، وحضرتك قرر كجمهور لي اذا كان النادي الاهلي باع حسام عاشور او باع مؤمن زكريا زي ما بيتقال، ولا النادي الاهلي عمل اللي مطلوب منه تماما. خلينا اتكلم مع حضراتكم الاول في موضوع حسام عاشور لانه احنا اتكلمنا فيه قبل كده، ولكن هاكرر امور وهادي لحضراتكم تفاصيل يمكن جديده شويه. بالنسبه لموضوع حسام عاشور، زي ما اتكلمت دائما ان كره القدم في نهايه الامر بتخضع لراي المدير الفني. كره القدم بتخضع لراي المدير الفني، اي مدير فني طالما النادي اختار مدير فني يبقى المدير الفني هو من يختار في اي مؤسسه محترمه. النادي الاهلي بيختار المدير الفني بيختار اللاعب او هيكمل معاه. وبالتالي عندما اقر المدير الفني مع لجنه التخطيط مع المشرف على الكوره ان يكون حسام عاشور نهايه هذا الموسم هو اخر سنه بالنسبه لحسام عاشور، ايه اللي حصل؟ النادي الاهلي ولان حسام عاشور قيمته كبيره جدا داخل النادي الاهلي، ولان حسام عاشور بقاله 16 سنه داخل النادي الاهلي، 16 سنه عمرنا ما سمعنا كلمه وحشه، عمرنا ما شفنا منه مشكله، بالعكس كان بيحل مشاكل ككابتن لفريق النادي الاهلي. النادي الاهلي استثنى حسام عاشور بقرار من مجلس ادارته بان يكون لحسام عاشور اولا ان يتعمل لحسام عاشور خلال الفتره القادمه مباراة للاعتزال، على الرغم من النادي الاهلي كان قرر قبل كده ان هو النادي الاهلي لن يتدخل في اي مباراة لاعتزال لاعب من النادي الاهلي، ولكن بسبب قيمة حسام عاشور استثنية حسام عاشور من هذا القرار وهيتعمل له مباراة اعتزال. طيب هل هيتعمل له مباراة اعتزال بس؟ لا. اللي بضيفه بقى لحضراتكم والحاجة الجديدة اللي انا بضيفها لحضراتكم النهاردة، ودي حاجة انا عرفتها شخصيا، يعني إن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على كرة القدم في النادي الأهلي سيكون شخصيا متولي موضوع حسام عاشور أو مباراة اعتزال حسام عاشور. يعني إيه؟ يعني إيه الكابتن محمود هو اللي هيبقى، يعني الكابتن محمود هو اللي هيمشي في هذا الموضوع بنفسه، يعني اللي هيتولى موضوع حسام عاشور ومباراة اعتزال حسام عاشور إذا قرر حسام عاشور أن يكون هذا الموسم هو نهاية المواسم الأخيرة ليه للنادي الأهلي، فإن الكابتن محمود الخطيب هيكون هو المسؤول مسؤولية كاملة عن هذه المباراة. ده الجديد اللي أنا بقوله لحضراتكم في موضوع حسام عاشور. ثانيا، إن حسام عاشور مكانه موجود في قناة النادي الأهلي. ثالثا، إن حسام عاشور إذا قرر أن يعتزل نهاية هذا الموسم من حقه إن هو إذا شاف ان الفترة القادمة هيبقى يتجه لاتجاه اداري او فني، فان حسام عاشور من حقه او من حق حسام عاشور على النادي الاهلي ان النادي الاهلي هيعمل له فترة معايشة سواء ادارية او فنية في اي نادي اوروبي، طبعا لما الامور تتحسن، يعني في اي نادي اوروبي في العالم كله يختار حسام عاشور على حساب النادي الاهلي. هو ده اللي هيعمله النادي الاهلي مع حسام عاشور، اللي البعض بيحاول ان هو بيعمل فتيل ازمه ما بين النادي الاهلي وما بين حسام عاشور، ولكن قرارات هامه جدا، وزي ما قلت لحضراتكم ان الكابتن محمود الخطيب بنفسه سيتولى مباراه اعتزال حسام عاشور تقديرا لحسام ل 16 سنه من العطاء او 17 سنه من العطاء داخل النادي الاهلي. طيب ده بالنسبه لحسام، او شوفوا من المنطق ان حضراتكم تقولوا او بعض من لا يشجع الاهلي يقول ان اصل النادي الاهلي باع حسام عاشور. خلي بالكم. الموضوع الثاني اللي عايز اتكلم فيه مع حضراتكم وهو